السلام عليكم وضح، انا نتال كيام من جيروزاليم، جيت لمراكش اليوم فرحانه بزاف. خديت التاثير من الثقافه المغربيه، خديت بزاف ديال الاغاني ديال اليهود اللي ما كانوش معروفين كاع جاوا من المغرب. الأغنية المغربية بحال توحشتها. زعما في أيام طفولتي كانت موسيقى ديال الدار، ديال الحب، ديال الحفلات. جيت المغرب جوبونس كان 2008، المرة الأولى ديالي، باقي ما كنت نهدر بالعربية والو كاع. وجيت وشفت المغرب وهذا الانواع ديال الفن من شمال حتى الجنوب، الموسيقى الافريقيه ديال القناوه والاطلس والاندلس. الفن ديال الدار حتى هو فن محترم وخاصني نتعلم منه ويقدر يكون عميق بديت نتعلم ونقرا كيفاش نقرا ونكتب بالعربيه، وقلبت على الناس الكبار اللي قدروا باقي يعقلوا حوايج والهضره والاغاني من الماضي. كوم سا بديت، وما بغيتش نخلي زعما الويسترن بارت اوف مي على 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 جير. زعما بغيت هادشي يكون بحال انذر كولور. وردة من سان عدباري هي السمرة غنجة العيون. بصفة عامة بغيت الناس يكونوا فخورين بنفسهم بالجذور ديالهم. حتى احنا افريقيين والعرب والامازيغيين باي باي، تنحبكم تنبغيكم، ان شاء الله يصير خير.